ملفات كثيرة تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان، ولابد من مراعاتها والحرص على أنها تكون مكفولة للناس ومتوفرة. للحديث أكثر معنا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السيد عبد العزيز شعيب. مساك الله بالخير وحياك الله معنا في ماذا بعد. يا هلا أختي أنوار، مساء الخير، مسي عليك وعلى مشاهدينك الكرام، مشاهدين تلفزيون دولة الكويت. حياك الله. يعني في البداية سيد عبد العزيز، ما نقدر نتكلم عن موضوع حقوق الإنسان وما نتطرق إلى المرأة والطفل، هل أولت وزارة الشؤون اهتمام خاص بالمرأة والطفل بالكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله رسولنا الكريم عليه الصلاة وتم التسليم. في البداية أنا شاكر لكم الاستضافة الكريمة وتسليط الضوء على يعني دور الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي المعنية في الحقوق الاجتماعية في مجال الطفل والمرأة. لكن قبل لا أدخل في مضمون الحديث، نسأل الله العزيز القدير أن يمن بالشفاء على سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد، وأن تنور الدير إن شاء الله برجعته غانم إن شاء الله بالصحة والعافية. طبعا إذا بنتكلم عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حقوق الطفل والمرأة، الكل عارف وزارة الشؤون من الوزارات القديمة اللي أنشأت في بداية الدولة الحديثة. إحنا نتكلم عن وزارة عمرها اليوم يتجاوز 50 إلى 60 سنة. كل قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية معنية في مجال المرأة والطفل. لكن قبل أن أتكلم عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية، لازم نعرف أن الدستور الكويتي في مواد عديدة من تكلم، وخاصة في المادة العاشرة منه، على حماية الطفل يعني تعزيز دور النشأ وحماية الطفل، سواء كان من الناحية الجسدية أو المعنوية أو الروحية. لكن نتكلم عن وزارة الشؤون، فقد أولت وزارة الشؤون العديد من الاهتمامات في مجال المرأة والطفل. عندنا هناك في وزارة الشؤون قطاعين مهمين لا يخلي يعني مسؤولينهم إلا واهتمامهم في مجال المرأة والطفل. إذا كنا نتكلم عن قطاع التنمية الاجتماعية، فنحن نتكلم عن دور تنموي اجتماعي معني في تقديم المساعدات العامة لربات البيوت والفئات الخاضعة للقانون 12 لسنة 2011، باعتبارهم ربات بيوت ونساء ومطلقات وأرامل وبنات يعني غير متزوجات، أو حتى الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وحتى مرورا إلى دور جمعيات الNGO اللي هي جمعيات النفع العام المعنية في تعزيز الحقوق والواجبات، وسواء كانت جمعيات نسائية أو جمعيات معنية في حقوق الطفل أو المعاقين وغيرها من الجمعيات. اليوم إحنا الحمد لله نزخر ونتشرف كبلد إنساني أن إحنا نمتلك ما يفوق 180 جمعية نفع عام معنية ومتنوعة، منها الكثير معني في مجال المرأة والطفل. لكن كذلك إذا بنتكلم عن قطاع آخر لا يقل أهمية في مجال حماية الطفل بشكل عام والمرأة كذلك، فإحنا نتكلم عن قطاع الرعاية الاجتماعية اللي الحمد لله في إدارات المختصة، سواء كانت إدارة المسنين أو إدارة الحضانة العائلية أو الإدارات المختصة، معنية في توفير كافة الخدمات والحماية والتهيئة الاجتماعية لنزلاء مجمع دور الرعاية. يعني احنا راح نتطرق حق دور الرعاية الاجتماعية، لكن قبل لا أتطرق حق هالموضوع نتكلم عن التشريعات الخاصة بحقوق المرأة والطفل. هل استطاعت أن تكفل حقوق كاملة أم هناك حاجة يعني لبعض نقول التشريعات أو التعديلات عليها؟ يمكن أنا في معرض كلامي في بداية المداخلة وضحت أن الدستور الكويتي أعطى أهمية في نشأ، واعتبره يمكن هو الأساس اللي تقوم عليه يعني الوزارات والجهات الحكومية. من هذا المنطلق الكل عارف أن احنا كدولة دولة مؤسسات، وأولة الحكومة الرشيدة يعني في تهيئة وإنشاء العديد من الأجهزة الحكومية المعنية. اليوم احنا إذا بنتكلم عن التشريعات المنظمة في مجال الطفل أو في مجال المرأة، إذا بنتكلم عن دور وزارة الشؤون الاجتماعية، فقانون المساعدات العامة وهو القانون الأكبر في منح المساعدات العامة، احنا نتكلم عن شريحة كبيرة تتجاوز 40,000 ملف أو أسرة معنية في ربات البيوت والنساء ممن يتغاضون الأسر الكويتية عن المساعدات العامة. نتكلم تقريبا مبلغ شهري تتكلمين عن 20 إلى 22 مليون دينار بصافي مساعدات عامة سنوية تتجاوز 260 مليون دينار. فهذا إذا بتكلم عن التشريعات المنظمة في مجال حقوق المرأة، فهذا يعتبر هو القانون الأسمى والأقوى. وكذلك لا ننسى أن دولة الكويت صدرت العديد من القوانين المعنية في مجال حقوق الطفل. احنا نتكلم عن القانون رقم 21 لسنة 2015 المعني في الطفل
وتوفير كافة سبل الحماية له والنشأ وتوفير الحماية المادية أو الجسدية والمعنوية الذي يعني حدد مراحل التطور السني للطفل إلى 4 مراحل ابتداء من 0 إلى 4 سنوات وانتهاء من 15 إلى 18 سنة، وبالتالي كفل حرية العمل، كفل الحماية الجسدية والروحية، كفل أنه حرية التعامل مع يعني كافة أطياف المجتمع بشكل سليم. كذلك إذا بنتكلم عن التشريعات المنظمة في مجال حماية الطفل في دولة الكويت القوانين الكثيرة، لكن احنا نتكلم عن قانون الأحداث اللي وفر للحدث، واحنا يعني نتكلم عن حقوق والتزامات لهذا الحدث، ويمكن ان شاء الله في الأسئلة القادمة يمكن راح نتطرق في يعني دور مجمع دور الرعاية في تهيئة الحدث، في دور التغويم والتهيئة وتنفيذ الأحكام تبع النيابة العامة. نعم، يعني في البداية كم عدد نزلاء دور الرعاية الاجتماعية بما ان تطرقنا حق هالموضوع؟ التوتال عدد نزلاء مجمع دور الرعاية يعني يتجاوز تقريبا 700 نزيل متفاوتين ما بين يعني هي شراكة ما بين وزارة الشؤون هي اللي تدير هذا المجمع بالتنسيق مع الإخوان في نزلاء مجمع دعاية من هيئة الإعاقة، لكن نتكلم عن الفئات اللي خاضعة من هذا النزلاء، فمنهم المسنين سواء كانوا رجال أو إناث، ومنهم أحداث، ومنهم ما هم أقل من الأحداث اللي تقوم وزارة الشؤون ب يعني توفير يعني سبل الحياة الطبيعية بشكل مناسب. نعم، يعني نتكلم شيء من التفصيل عن هذا الموضوع، كيف تقيم مستوى الخدمات المقدمة لهم وفقا خلينا نقول للمعايير الدولية اللي تطبق بالكويت؟ إذا بنتكلم عن دور دولة الكويت وفق الاتفاقيات والمعايير الدولية، فدولة الكويت تعتبر من الدول المتقدمة في مجال حقوق الطفل والمرأة، فدولة الكويت وقعت مع منظمة الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية في مجال حماية الطفل، وكذلك من أوائل الدول المعنية في التوقيع على اتفاقية دولة الكويت تابعة لمنظمة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد المرأة. اليوم احنا بنتكلم عن ما هي الخدمات اللي تقدمها وزارة الشؤون في مجمع دور الرعاية، او نتكلم عنها بشكل عام على مستوى كافة وزارة الشؤون، فخدماتها جدا متنوعة، لا نركز فقط الدور على مجمع دور الرعاية، بل بالعكس هو المجمع الأسمى والخدمات السامية اللي تقدمها سواء كان في كافة التهيئة النفسية او الصحية او التربوية او الجسدية او ايا كان، فهذا القطاع يقوم بعمل جليل في تهيئة يعني ومعالجة نزلاء مجمع دور الرعاية بكافة أطيافه. الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون في مجال المرأة والطفل المتنوعة، هناك عندنا مساعدات العامل تكلمنا عنها، تطورت الأدوات في وزارة الشؤون في تهيئة سبل تنمية المرأة والطفل، عندنا هناك مشاريع أخرى تنمي أو يعني ترقي من دور المرأة والطفل في هذا المجتمع، عندنا مشروع من كسب يدي، عندنا مشروعات الصغيرة اللي هي قاعدة تدخل سواء كانت في التابعة لوزارة التجارة أو التابعة لوزارة الشؤون في الجمعيات التعاونية، هناك عدد كبير من الأسر المنتجة عندنا في وزارة الشؤون ممن يقومون في ترويج منتجاتهم من سواء كان من أخواتنا أو اللي هم يعني يشتغلون في أياديهم ومخصصينهم عدة أماكن تابعة سواء كانت في مراكز تنمية المجتمع 27 التابعة لوزارة الشؤون أو في بوتيك 33 وهو مركز اجتماعي خدمي، كل من الأخوات اللي هي ترغب إن هي تقوم في تسويق خدماتها سواء كانت من كسب يدي أو الأسر المنتجة تستطيع أن هي تقوم بالتنسيق مع الأخوان في إدارة تنمية المجتمع وإدارة الرعاية الأسرية من أجل الترويج والتسويق لهذه المنتجات. ونحن كوزارة ما احنا متوقفين عند هذا الحد، بل بالعكس يمكن عندنا مرئيات كثيرة يعني نقدر احنا نخطط لها وساعين في إنجازها إن شاء الله في المستقبل القريب أن هي تقوم في مجال الطفل وفي مجال المرأة. نأمل ذلك، يعني موضوع كبير أكيد، ويعني حابين نكمل معك لكن لضيق الوقت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذه المعلومات، شكرا لك.